وفي إطار القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي، تنوعت الأطروحات والأفكار المشتركة على طاولة النقاش بين الزعماء والمسؤولين من مختلف الدول، كما تطرقت الوفود إلى موضوع قانون جاستا الذي لقي معارضة كبيرة من الجميع. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على مبادرتها لاستضافة اجتماع الأمناء العامين للتكتلات الاقتصادية في البحرين مطلع العام القادم. المزيد من التفاصيل في تقرير موفد مركز الأخبار، الزميل صالح يوسف. طموحات ومصلحة دول وشعوب القارة الآسيوية ببعضها تلتقي من أجل أن ترتقي، وتحت شعار آسيا واحدة قوة متنوعة تلاحمت الأفكار والخطط المشتركة في بيئة عمل جماعي بدا حصاد ثمارها بارزاً في قمة حوار التعاون الآسيوي الثانية، وذلك في سبيل إيجاد تكتل آسيوي قائم على المعرفة وقادر على التواصل والتفاعل مع بقية دول العالم بما يحقق نموها وازدهارها. مملكة البحرين وضعت لبنة تأسيس هذا الحوار الآسيوي وواصلت مشاركتها الساعية في تحقيق التطلعات الإنمائية. وفي هذه القمة أكد سمو رئيس الوزراء ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة أن البحرين ستظل تساهم دوما وبفاعلية لبلوغ أهداف حوار التعاون الآسيوي، وهذا ما أقره أيضا جميع الوفود المشاركة من زعماء ومسؤولين. فما نملكه من مقومات مشتركة وإمكانيات متنوعة ومتعددة تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وأمن واستقرار أوطاننا في كافة المجالات. قانون العدالة في مواجهة الإرهاب الذي يشكل خرقاً بقواعد المواثيق والأعراف الدولية كان من أحد أهم الملفات المطروحة لكونه محوراً مؤثراً على العلاقات الدولية وما تحمله من جوانب سياسية واقتصادية. الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبادئ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأن نتبني أي تشريعات أحدية تقوض أو تمس هذا المبدأ تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، ومحذراً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تبني دول أخرى مثل تلك القوانين، الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة في المجتمع الدولي. توصيات عديدة خرجت بها قمة حوار التعاون الآسيوي في إطار رؤية موحدة تكمن في أن تصبح آسيا بحلول عام 2030 قارة يسودها السلام والاستقرار ويعمها الازدهار والتنمية والانسجام الكامل بين الأمم والشعوب. هي جديرة أن تلعب دوراً أكبر على الساحة الدولية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. القارة الآسيوية وبما تتمتع به من إمكانات ضخمة ومتنوعة، لا شك أن في توحدها هذا ستحقق أهدافها وغايتها المرجوة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من العاصمة التايلاندية.